الكفن وفلسفة الكفن وشكل الكفن، وإحنا بنشوف المتوفى في كفنه، ويقولوا عندنا كده في بلادنا الكفن ملوش جيوب، عشان الطمعان في الدنيا قوي، واللي ظالم أخوه، واللي مش عايز يدي مراسه لإخواته، واللي فاكر إنه لما الأجير اللي عنده ما يدهوش فلوس ويبقى شاطر جدا، هو شايف نفسه شاطر. يعني أليس الموت أو ألا يكفيه أو ألا يكفيه الموت واعظ؟ بلى، يعني عندما ننظر إلى الكفن في صورته البسيطة التي يعني مهما كان غنى الإنسان ومهما كان ملكه ومهما كان سلطانه وجاهه، فإنه في النهاية لن يخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن. اللي هو إيه الكفن ده؟ هذا الكفن في صورته السهلة البسيطة قال العلماء إنه يعني كماله للرجال أن يكون ثلاثة أثواب، وأن يكون من السنة أن يكون أبيض، يعني لن وأن المغالاة في الكفن مكروهة. لماذا؟ لأنه سريع البلى، سريع هيبلى بلا شك. ولذلك يعني كل هذه الدنيا أيها الذي تجمع فيها وتجري خلفها لن تأخذ منها غير هذا الكفن، هذا الكفن الذي سيواريك الناس فيه ويغطون جسدك، ثم توارى في التراب، ليس فيه جيوب كما يقول المثل، يعني أنك إن جمعت حلالا فسيكون لك، وإن جمعت حراما فسيكون عليك.